بالحرم الذي يبحث عنه النظام الجزائري، هم يبحثون على أن يبقى الوضع على حاله، لأن هذا الوضع يخدمهم، يضمن لهم إحكام سيطرتهم على الجزائر ومصادرة إرادة الشعب الجزائري، لأن عقيدة النظام تعتمد على أنه يجب أن يكون هناك عدو خارجي للبلاد، وبالتالي هم لم يمتلكون النية الصادقة من أجل حل المشكل والدخول في مصالحة شاملة مع المغرب. هؤلاء لا يمتلكون النية الصادقة لا لحل مشكل الصحراء ولا لإقامة علاقات طبيعية مع المغرب. مضياف دفع ثمن موقفه الشجاع الذي كان من أول يوم يعني داعم لمغربية الصحراء. هم كانوا يدركون ذلك، لكن كانوا بحاجة إلى قائد ثوري من أجل أن يعني يقودون به مرحلة معينة. والراحل محمد بوضياف لما زار المغرب في نهاية ماي 1992 أقنع آنذاك الملك الراحل حسن الثاني من أجل التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود، ونيته وذلك ظهر خلال لقائه مع تلفزيون الشرق الأوسط الـMBC قبل زيارته للمغرب، أنه أراد طي ملف الصحراء وغلق ملف البوليساريو. وبعد أن أقنع أو نظرا لأنه كان يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع الملك الراحل حسن الثاني، تمكن من إقناعه في آخر المطاف من تصديق على الاتفاقية، وصدر ذلك في 24 يونيو بالجريدة الرسمية المغربية، وخطط للذهاب إلى الأمم المتحدة في سبتمبر 1992 من أجل غلق الملف على مستوى الأمم المتحدة، لكن إرادتهم شاءت أن يتم اغتياله 5 أيام بعد ذلك في عنابة، وبالتالي ضيعت المنطقة فرصة يعني غلق ذلك الملف، لأن هذا النظام الذي لم يكن يعرفه جيدا آنذاك محمد بوضياف، لم يكن يدرك أن هذا النظام يعني يتنفس ملف الصحراء وملف العداء مع المغرب، وبالتالي من المستحيل أن 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 يتم غلق ذلك الملف من قبل هذا النظام. ودفع الثمن رحمه الله مثلما دفع الثمن كل شعوب المنطقة جراء هذا الصراع المفتعل. وللأسف عندما يعني أسمع يعني مثل هذه الأسئلة أشعر بالخجل، يعني بكل صراحة أن يتم التنكر لي تضحيات المغاربة بالغالي والنفيس من أجل استقلال الجزائر. المغرب حكومة ملكا وشعبا وقفوا إلى جانبنا أثناء الثورة التحريرية، كان هناك عشرات الآلاف من اللاجئين الجزائريين في المغرب. الجزائر أو المغرب حما قادة الثورة التي اختطفت طائرتهم في 1956 وهم في السجن في فرنسا، ووفر لهم كل الدعم. المغرب أقام على أراضيه أقيمت على أراضيه مصانع السلاح التي كانت تدعم الجبهة القتال في أثناء الثورة التحريرية. المغرب استقبل بواخر السلاح التي كانت تصل إلى موانئ المغرب من أجل مد يعني تقديم المؤونة العسكرية، العدة العسكرية للجيش، جيش التحرير الوطني. ثم في آخر المطاف أولئك الذين كانوا في وجدة، يعني أولئك الذين انقلبوا على الشرعية في صيف 1962 اعتمدوا هذه العقيدة التي يعني أسسها التنكر لكل ما قام به المغاربة لصالح الجزائر. وهذا طبعا يخلينا احنا كجزائريين مسؤوليتنا كبيرة الآن من أجل النضال، من حتى نصحح هذه الأخطاء أو هذا الجرم الفظيع الذي ارتكبه هذا النكران الجميل في حق الجيران. هو أنا شخصيا أدافع عن وحدة كل بلدان شمال إفريقيا، وأرفض النزعات الانفصالية سواء في المغرب ولا في الجزائر أو أي بلد في العالم. والمشكل هو أن في الجزائر الإرادة الشعب الجزائري مصادرة برمتها وليست إرادة ساكنة منطقة القبيلة التي تعتبر هذه قناعة إنها جزء من الشعب الجزائري. هو يتكلم عن تقرير مصير الشعوب وأقر ذلك في الدستور،
لكن صادر إرادة الشعب الجزائري الذي ينتمي إليه تنتمي إليه سكنة القبائل، ويدافع عن 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 ما يسمى به بالشعب الصحراوي، وهم مساكين محتجزين بالمخيمات يتاجر بهم لمدة 50 سنة. وهذا يثبت على أن هذا النظام متناقض في خطاباته، وهو لا يدعم، وهو أصلا لا يؤمن بحق تقرير المصير مثل ما يدعي، بل فقط يتاجر بهذه الفئة المحتجزة. وأنا أعي جيدا ما أقول عندما أقول محتجزة، لأن يعني لو تركت لها الحرية في اختيار مصيرها لما بقيت دقيقة واحدة في مخيمات تندوف. وبالتالي المشكل هو أن هذا النظام هو المصادر لإرادة الشعب الجزائري والمتاجر بهذا الملف، لأنه أصلا لا يؤمن باللعبة الديمقراطية، ولا يؤمن بمدنية الدولة، ولا يؤمن بمغرب الشعوب الذي من خلاله يبنى تكتل سياسي اقتصادي يخدم تطلعه. فرنسا قبل من يعني بروز فكرة الاتحاد المغاربي في قمة مراكش في 1989، فرنسا تتحمل المسؤولية التاريخية عن الخلل الجيوسياسي الذي تعيشه منطقة شمال أفريقيا. ولحد الساعة أتمنى أن تقوم فرنسا بتصحيح خطائها، وأن تتحمل مسؤوليتها، وأن تنصف المغرب الذي تعاون معنا من أجل أن تتحرر الجزائر. لأن المغرب يعني بكل بساطة عوقب نظير دعمه للثورة التحريرية، نظير مساهمته في تمكن الجزائريين من يعني قيام بثورة ونجاحها عبر نيل الاستقلال. لكن للأسف الاستقلال الذي أعتبره لحد الساعة منقوص، لأنه الاستقلال الذي لم تجسد فيه إرادة الشعب الجزائري يبقى بعيدا عن تطلعاتنا. هذا الاستقلال الذي منح في إطار التعاون مع فرنسا، وفي إطار تسليم الحكم لنظام أو لمنظومة حكم بانية وجودها على عداء المغرب، وهذا يتناقض مع بيان أول نوفمبر الذي طالب أو نادى باستقلال الجزائر في إطار وحدة شمال أفريقيا. أنا لا أعادي فرنسا، ومؤمن بأنه إذا تحمل الفرنسيون مسؤوليتهم وتركوا شمال أفريقيا لشعوبها وتركونا لحالنا، ولو تكن لنا علاقات يعني رابح ونطوي صفحة الماضي، الكل سيستفيد، حتى فرنسا وأوروبا بصفة عامة. لأن أوروبا من مصلحتها أن يكون استقرار في منطقة شمال أفريقيا، أن يكون هناك تكتل اقتصادي وسياسي يخلي مستوى الدخل الفردي في منطقة لدى المواطن المغاربي مرتفع، وبالتالي الجميع يستفيد. لكن أن يبنوا سعادتهم على حساب يعني عيشنا وحياتنا وتعاستنا، فهذا أمر سيبقى مرفوضا، ونحن نناضل من أجل أن يعني يتغير واقعنا بما يخدم تطلعات شعوبنا. أنا نقول للجزائريين، من يحب الجزائر، من يحب مصلحة الجزائر، عليه أن يحترم وحدة المغرب، وأن يدفع نحو الضغط من أجل أن يرفع هذا النظام الراية البيضاء، وأن يطوي الملف، لأن طي هذا الملف يخدم الجزائر بالدرجة الأولى.